وقع مساء أمس رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي مع نظيره رئيس برلمان إفريقيا الوسطى عبد الكريم الزائر للبلاد، وقع الطرفان على وثيقة تعاون بين البرلمانين للتعاون في مختلف مجالات العمل البرلماني. المناسبة جرت بقصر الديمقراطية بحضور معاون رئيس الجمعية الوطنية آدم حنفي فاضل. تشاد وإفريقيا الوسطى تربطهما عوامل عدة تحتاج للمزيد من دعمها من أجل تطوير كل القطاعات الحيوية فيهما. هذا ما دفع رئيس الجمعية الوطنية عبد الكريم ميكاسوا بزيارته إلى البلاد، طالبا من رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي تضافر الجهود من أجل تعزيز روح المحبة والأخاء بين الشعبين، وذلك من أجل أن تدعم تشاد إفريقيا الوسطى بكل ما يسهم في مجال التنمية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وصحيا وكذا أمنيا. عيسى محمود جبر المقرر البرلماني بتشاد وإفريقيا الوسطى قرأ البيان الختامي لهذه الجلسة، وقال فيه إن تشاد مستعدة دوما حول إحلال السلام بدول القارة وإفريقيا الوسطى من الدرجة الأولى، وكل ما تقدم به رئيس الجمعية الوطنية عبد الكريم إلى نظيره دكتور هارون كبدي حيث تم اعتماده في ملفات التوقيع. رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية للإنقاذ بالجمعية الوطنية علي كيلجو في حديثه واصفا العلاقات بين الدولتين أنها مليئة بالعادات والتقاليد، وهذا ما جعل فرضية التعاون بين البلدين وبخاصة في مجال الأمن والاقتصاد والتعليم وغير ذلك من مستلزمات الحياة. عقد اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي إنجيتو يامباي جرينا مؤتمرا صحفيا بمباني المعهد الفرنسي، تحدث فيه عن رؤية البلاد التنموية للعام 2030 وتحقيق التنمية المستدامة. المناسبة شهدت حضور سفير فرنسا لدى البلاد سعادة فليب لاكوست. عبد الله هارون. يجيء حز المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي بالتعاون مع السفارة الفرنسية، والذي لمح فيه هلم البلاد نحو تحقيق التنمية المستدامة رؤية عام 2030. في حديثه وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي إنجيتو جريانا يامباي أوضح بأن البلاد تسعى من خلال قيادة الأنشطة الاقتصادية لتحويل البلاد إلى أكبر مركز جاذب للاستثمار وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءات الإنتاج في ظل تحقيق التنمية الوطنية في شتى القطاعات الحيوية للبلاد. كما تداخل السفير الفرنسي لدى البلاد فيليب لاكوس مثمنا جحود عمل الوزارة وكذا الشراكة القائمة بين البلدين في مجال الاستثمار، مؤكدا بأن فرنسا ستظل شريكا أساسيا لتحقيق حلم تشاد نحو تنمية أفضل. كما تداخل ممثلي وسائل الإعلام العامة والخاصة بطرح أسئلة خلال المؤتمر حول الرؤية المستقبلية ما بعد عام 2030 وكيفية تنفيذ المشاريع الإنمائية في شتى المجالات، ورد الوزير على هذه المداخلات بعبارات واضحة. شهد اليوم معسكر 27 حفل تسليم وتسلم بين القائد العام الجديد للقوات الجوية اللواء حمد فضل والسابق اللواء جرنو أليه. المناسبة ترأس القائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال إبراهيم محمد سعيد بحضور عدد كبير من الضباط. ابتسام موسى أبطل. لأداء المهمة العسكرية التي أوكلت إليه، حيث استلم القائد العام للقوات الجوية اللواء جونجي آلي مهامه رسميا، وذلك بمرسوم رئاسي قرر بموجب تعيينه قائدا للقوات الجوية الصادر في الأسبوع الماضي. وانتهز القائد العام للقوات المسلحة التشادية اللواء فريق ركن إبراهيم سعيد محمد هذه الثانية وسلم العلم للقائد الجديد إذانا ببدء عمله رسميا، وطلب الالتزام بالصبر وممارسة العمل الذي أوكل إليه بشكل مطلوب، وأضاف بأن على القائد ضبط الأمور والعناية بالانضباط حتى يكون قائدا يحتظى به في الحرص والمتابعة. يذكر أن القائد الجديد للقوات الجوية جدنجي آلي قد شغل عدة مناصب قيادية، وآخرها صار قائدا للقوات الجوية للمرة الثانية على المستوى الوطني. عقد اليوم أعضاء منسقية الأحزاب السياسية للدفاع عن الدستور عقدوا مؤتمرا صحفيا بهدف تقديم اللجنة الجديدة للمنسقية
بجانب مناقشة بعض المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. المناسبة جرت بمقر المنسق أعشى أحمد دكي. محاولات عديدة من شأنها التغيير وتحسين الوضع السياسي بالبلاد أملا في تحقيق وبناء أسس وقوانين الدول المتطورة، لذلك نرى الكثير من الأحزاب السياسية تحوم حول هذه الرؤى، وذلك بلمس مختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بغرض التوصل إلى حلول ناجعة. وأن هذا المؤتمر الصحفي الذي نظمته منسقية الأحزاب السياسية للدفاع عن الدستور بهدف تقديم اللجنة الجديدة لأعضاء المنسقية والتطرق إلى القضايا التي تمس حقوق وحرية المواطنين المجتمعة في الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخرا، والإجراءات التقشفية المصاحبة لها، والإصلاح المؤسسي الذي قامت به السلطات العليا. كما تناول المؤتمرون أيضا قضية محاكمة عمدة بلدية مندو لوكم ميدار. وعند ختام هذا المؤتمر الصحفي وجه بعض من الصحفيين من المؤسسات الإعلامية المختلفة أسئلة حول أهم خطط المنسقية لوضع الحلول المناسبة لهذه المسائل المطروحة. نظمت اليوم شبكة خاغط الطريق الوطنية للمنظمات غير الحكومية ورشة تدريبية لصالحي قادة المجتمع المدني حول تعزيز الشراكة الاقتصادية بدول إفريقيا المركزية. مناسبة افتتاح عمل الورشة ترأسها الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة. تقرير محمد طاهر صالح. إن شراكة الإقليمية في مجال التجارة والصناعة مبدأ ظل ينادي به قادة الدول الإفريقية في منظومة الدول الإفريقية المركزية السماك، ومن أجل هذا المنطلق فقد جاءت هذه الورشة الوطنية حول تقوية الشبكة البرلمانية والمجتمع المدني بإفريقيا المركزية التي نظمتها شبكة خريطة الطريق الوطنية للمنظمات الغير حكومية بإفريقيا المركزية وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السماك لصالح شرائح المجتمع المدني، لتناقش الفوائد التجارية واتفاقيات الشراكة المتعلقة اتفاقيات كوتونو. رئيس شبكة خريطة الوطنية للمنظمات الغير حكومية بإفريقيا المركزية لوماجي باينوماجي قال إن استراتيجيات المنظمة غير الحكومية هي استغلالية سياسة التنمية المحلية الإقليمية والدولية، كما تهدف إلى مشاركة المانحين والفاعلين الاقتصاديين في إفريقيا المركزية من أجل دمج الشراكة الإقليمية. وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، الأمين العام بوزارة التنمية الصناعية والتجارة وتنمية القطاعات الخاصة بوكوماجي كتمباي أبيل قال إن الورشة جاءت بعد استضافة تشاد لقمة السماك التي وعد قادتها باندماج الشراكة وتعزيز التعاون التجاري وفتح آفاق التعاون وتسهيل إجراءات المرور، وهذا الاتجاه يعطي دفعة في مجال التجارة والأسواق الإقليمية والدولية والاستفادة من مواردها وإنتاجها المحلي في الأسواق العالمية وتفعيل اتفاقيات كوتونو التجارية الإقليمية وإيجاد صيغة موحدة لتنظيم التجارة في الدول المعنية. ترأس اليوم رئيس جمعية أطفال توماي لتنمية تشاد أعمال اليوم التفاكر الذي نظمته الجمعية حول دور الشباب ومساهمته في التنمية. المناسبة جرت بمركز المنثقة في منى حسن سكاية ومزيد من التفاصيل. تعتمد أي دولة في تقدمها ورقيها على سوائد أبنائها وخاصة الشباب، لأنهم العمود الفقري للتنمية المستدامة. بهذا الشأن أقامت جمعية أطفال توماي للتنمية تشاد يوما تفاكري حول رفع قيادة المجتمع المدني والشبابي ودور الشباب ومساهمتهم من أجل التنمية، وذلك لما تتمتع به الشباب من طاقات تستقل في الجوانب التنموية. وفي الكلمة الافتتاحية بهذه المناسبة قدم رئيس جمعية أطفال توماي للتنمية حديثا متناولا فيه عن أهمية إشراك الشباب في الاستراتيجيات والتخطيط التنموي وتمكينهم في صنع القرار والعناية لطاقتهم الفكرية في تصريع الخطة نحو التنمية. أي مؤسساتين ده أوبجكتيف كري أوبجكتيف أنا ده شنو وإنت ذات بأكتر بنفسك ده شنو تقدر تجيبه لدولة أنا ده شنو تقدر تسي. في مداخلته مدير المكلف بالمؤسسات والجمعيات الشبابية بوزارة الشباب محمد علي قلمي قال إن الشباب طاقة متجددة وتعمل الحكومة على الاستفادة من هذه الطاقات، كما تسعى إلى خلق فرص عمل للشباب وتحسين الوضع الاجتماعي، وأيضا تعمل الحكومة على إطاحة الفرص وتشجيع الابتكارات الشبابية بقية الإسهام في السياسات التنموية. ونشير إلى أن مثل هذه الجلسات يمكن الشباب
الشباب ويعزز من مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد.